بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية GCE. ها نحن طلابي نلتقي من جديد لنستكمل الحديث في الأسبوع السابع عن مادة اللغة العربية وفيلم الأيدي الناعمة، وهذا هو اللقاء الأخير في هذا الأسبوع عن فيلم الأيدي الناعمة، حيث بهذا اللقاء ستقوم بكتابة مقالة طالب العزيز عن فيلم الأيدي الناعمة من 300 إلى 400 كلمة ب30 علامة بإذن الله. في هذه الكتابة نريد منك أن تقدم إما تلخيصاً عن فيلم الأيدي الناعمة، أو يأتيك سؤال يقول مثلاً هذا السؤال، وهو من أسئلة المعهد البريطاني: من خلال مشاهدتك لفيلم الأيدي الناعمة قم بتحليل شخصية من شخصيات الفيلم مركزاً على الموضوعات الأساسية في الفيلم وما هي القضايا التي طرحها. وفي نهاية السؤال يذيله بقوله: ما هو رأيك في الفيلم؟ هذا طلابي بالنسبة لموضوع فيلم الأيدي الناعمة وكتابتك للمقالة بحول الله. بعد ذلك طلابي سننتقل للسؤال الثالث، وهو من الأسئلة المطروحة في الامتحان الـAS، الامتحان الأول، وهو عبارة عن املأ فراغ بالكلمة أو العبارة المناسبة من الكلمات التالية. يعطيك نص مفرغ من بعض الكلمات، يجب عليك أن تقوم بوضع الكلمات الموجودة في الفراغ إلى في المربع إلى الفراغ. في هذا النص عليك أن تقرأ جيداً، عليك أن تقوم بربط الكلمة ما بين قبل الفراغ وما بعد الفراغ حتى تتناسب معك في المعنى وتكون مناسبة في المعنى واللغة وكتابتها القواعدية والإملائية. هذا السؤال طلابي عليه 10 علامات. بعد ذلك طلابي سنأخذ جزء من مادة القواعد، وهي علامات إعراب جمع مذكر السالم. فكما تعرفون سنتعرف على كيفية إعراب جمع مذكر السالم، وقلنا ونقول بأن الجمع مذكر السالم يعرب في الرفع يكون بالواو، وفي حالتي النصب والجر يكون بالياء. ووضع لك مثال، نقول: وصل المسافرون. وصل فعل ماض مبني على الفتح، والمسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه لا نقول الضمة وإنما نقول الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون للثبوت. واستقبلت المسافرين، استقبل فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل للفاعل، والمسافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ليس الفتحة وإنما الياء لأنه جمع مذكر سالم. وسلمت على المسافرين، هذه سأترك إعرابها لكم، ولكن تأكد أن سلمت لا تختلف عن استقبلت وعلى حرف جر كما فعلنا. والمسافرين سأسمع إعراب هذه الكلمة منكم عند اللقاء معكم بإذن الله. شكراً ودمتم بحفظ الله ورعايته طلابي الأعزاء.